حياكم الله اخواني متابعين. اليوم راح نتكلم ان شاء الله عن موضوع جديد في صيد الجيجينج. اليوم راح نتكلم عن الخيوط المستخدمه في صيد الجيجينج. بكل اختصار اي ماكينه صيد بالنسبه للجيجينج راح تتكون من حاجتين رئيسيه. اول حاجه احنا راح نتكلم عنها اللي هو خيط الحرير. بالنسبه لخيط الحرير اللي هو هذا الخيط اللي موجود قدامكم، خيط الحرير يرمز له بالرمز PE، هذا على حسب قوه الخيط، وهو خيط خفيف جدا. اول ما نفك خيط الحرير راح تحصله يجي فوق بعضه، السبب انه ما له شكل او ما له ذاكره معينه، فالخيط هذا لو خليته كده فوق بعضه راح ايش يتخبص. بالنسبه لخيط الحرير لازم يكون موصل مع الفلورو كاربون، والسبب انه خيط الحرير جدا ضعيف، يعني هو ميزته قوي ولكن عنده الاحتكاك يعني بالشعاب المرجانيه، هو خيط جدا ضعيف ما راح يتحمل. ممكن احيانا في طرف البوت من تحت، يعني لو جات سمكة ونزلت من تحت البوت راح تك الخيط الحرير هذا في طرف البوت من تحت راح ينقطع، فهو ما يتحمل الاحتكاك. فعشان كذا له ربطة خاصة معينة راح نستخدمها عشان نوصله مع الفلورو كاربون او الشوك ليدر. بالنسبة للفلورو كاربون او الشوك ليدر انا راح استخدم اذا كان الخيط هذا عندي اللي هو خيط الحرير مقاسه تقريبا P3 او 2.5، انا ممكن استخدم هنا مقاس 50 او مقاس 60. احنا قلنا دائما ان المنظومة تكون متكاملة، في واحد ممكن يستخدم خيط مقاسه 40 عادي ما عندك مشكلة، تمام؟ ولكن انا بالنسبة لي والشيء اللي انا افضله اذا كنت انا بستخدم P3 او 2.5 راح استخدم مقاس 60، ممتاز وقوي جدا ويتحمل. هذا بالنسبة للخيوط المستخدمة في صيد الجيجينج. وكل ما زادت حجم الماكينة، يعني انا اللي هو بروح على ماكينة مثلا توين باور، اللي هي الماكينة هذه توين باور، لو انا رحت على الماكينة هذه وابغى استخدم مثلا ماكينة مقاسها 8000 راح اطلع بالخيط هذا، بدل ما استخدم خيط حرير P3 راح ازيد القوة واستخدم خيط حرير مقاسه PE4، تمام؟ راح ممكن ازود الليدر حقي من 60 الى 70. فالمنظومة لازم تكون متكاملة، ما ينفع الخيط هذا يكون كبير والخيط هذا مثلا يكون مرة صغير. طيب بالنسبة للخيوط اللي احنا نستخدمها سواء الحرير او الليدر، احنا صراحة اهم شيء انه احنا ما نستخسر صراحة في الشراء، انه احنا نشتري من شركة نثق فيها صراحة. بالنسبة لي انا جربت كذا نوع من انواع الخيوط، افضل حاجة انا شفتها صراحة بالنسبة للخيط الحرير وبالنسبة للليدر اللي هو الفاريفاس، انا جدا مرتاح فيه. اتكلم عن تجربة شخصية، ممكن البعض يتفق معايا والبعض والله يفضل خيوط ثانية. يعني انا جربت الفاريفاس حبيته، جربت الموموي برضو حلو صراحة، ولكن حبيت الفاريفاس اكثر من الموموي. بالنسبة اذا كنا حابين احنا نوصل خيط الحرير مع الليدر، نسوي توصيلة بين خيط الحرير والتطريفة اللي هي الليدر، راح نحتاج الى كذا ربطة. في انواع ربطات جدا كثيرة، ممكن تتعلم اي ربطة تناسبك. في ممكن عندنا ربطة البي ار، هذه افضل ربطة صراحة انا افضلها. الربطة اللي بعدها اللي هي اف جي نوت برضو جدا ممتازة. في ربطة ثانية اللي هي اس سي او سي اس، ماني متأكد صراحة منهم، ماني متأكد من الاسم لاني انا صراحة ما استخدمها، ولكن قد جربتها مرة واحدة مع واحد من الشباب صراحة كانت جدا ممتازة. هي الثلاثة ربطات هذه، وحاول دائما تتعلم على الاف جي وبعد كده تروح لربطة البي ار نوت. يعطيكم العافية ونشوفكم ان شاء الله في حلقات ثانية. لا تنسوا دعمنا بزر اللايك وترسل المقطع هذا لحبايبك اللي حابين يتعلمون صيد الجيجينج. نشوفكم ان شاء الله على خير، في امان الله، مع السلامة.